السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نلبي طلب البنات اللي طلبوا مني طريقة تحضير المطلوع تاع الفارينة في الطاجين، وكش نهار ندير المطلوع تاع الدقيق قبل رمضان ان شاء الله. عندي في المقادير، عندي كيلو فارينة، عندي زوج مغارف كبار تاع خميرة الخبز، زوج مغارف كبار سكر، مغرفة صغيرة ملح، كيس خميرة الحلوى، وزوج مغارف كبار تاع الزيت. إذا نبدأ نحط الفارينة، نحط لها الخميرة، خميرة الحلوى، نزيد الملح، نزيد السكر، الخميرة، نحط شوية تاع السانوتش، خلطهم كامل، نحط زوج مغارف تاع الزيت ماشي معمرين بزاف، هنا بالنسبة للماء لازم يكون أكثر من دافئ، لازم يكون سخونين بزاف، قسمة ما تقدر تمسوهم باليد. كي يكون الماء دافئ بزاف تجي المطلوع تاعنا رائعة. لازم تكون العجينة جارية، نخبطها، المطلوع يحب الخبط بزاف. نخليها ترتاح 5 دقائق ومن بعد نولي لكم. اذا العجينه خليناها ارتاحت 5 دقائق، درك نجمعها نلمها ونخبطها شويه. كل ما نخبط كل ما تجي المطلوع هايل. اذا نحطها تخمر، كي تخمر نعاود نولي. اذا المطلوع تاعي خمر، نعاود نخبطوه مرة أخرى. نعاود نخليه يخمر بعد نولي لكم. اذا العجينه تاعي خمرت، درك نقصوها
نصوها بالزيت نشمخ اليدين تاعي بالزيت شوفوا القوام تاعها نفش السميد فوق قطعة من القماش سميد متوسط ولا سميد رطب كيلو فرينة حاجت لي ثلاث أقراص تاع المطلوح نديرو عليها السميد ونضغط عليها شوفوا هذا يدور بلي العجينة نجحت السمك تاعها 1 سنتيمتر على 1.5 نكمل كامل الكمية نخليها ترتاح 10 دقائق ولا 15 دقيقة ونولو نشوفو كيفاش نطيبوها بعد ما خليناها 10 دقائق خمرت دوك نطيبوها هنا لازم نقلبوها قبل ما تطيب من بعد كي تطيب نعاود نقلبها باش تتحمر من الجهة الاخرى ويجو الوجهين كيف كيف هاوليك المطروح تاعنا واجد جا هشيش كي القطن نتمنى ينال اعجابكم ونتمنى تجربوه وما تنسوش الاشتراك في القناة وضغط على الجرس ليصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.